في محافظة أبرقل ليجلا صرح أن الطلاب يبتعدون عن التعليم بسبب الجفاف الذي يؤدي بهم إلى الجوع السيد نقوس تدسة هو من سكان المحافظة في مقاطعة سايك أما ويقول أنه قد يتوقف التعليم في المقاطعة بشكل كامل لأنه الطلاب يعانون من الجوع فلا لي <applause> نحن نعيش يوميا على أمل في أن ترانا الحكومة وترسل لنا المساعدات الإنسانية بسبب الجوع ونقص الغذاء هناك العديد من الطلاب نزحوا مع عائلاتهم تاركين موطنهم وهناك أطفال لا يستطيعون التحرك من منازلهم بسبب الجوع وبسبب هذه الأزمات العديد من الطلاب يتواجدون في خطر وطالب نقوس بأن ترى الحكومة أوضاعهم قبل أن تزداد أزمة الجفاف ومجاعة الطلاب سوءا <تصفيق> <تصفيق> يجب أن ترانا الحكومة بجدية بالأخص في هذا الشهر قبل أن يأخذ هذا الوضع وقتا طويلا ولكي يعود هؤلاء الطلاب إلى تعليمهم حتى وإن أردنا أن نعيدهم للتعليم فلا نستطيع ذلك لأنهم يعانون من الجوع ولا يوجد شيء يؤكل الطالب حي لوم قبرك زابيهير هو طالب في الصف الرابع في مدرسة زيكاما ويعبر عن خوفه أنه إن لم يتغير شيئا قد يتوقف عن التعليم بالكامل نحن جائعون وليس لدينا شيء لنأكله نحن نتلقى التعليم على أمل أن يحدث تغيير ولكن لكي نتعلم بطريقة جيدة على الجميع مساعدتنا ويصرح المعلم هيلماريام سيوم أن من مدرسة تايكاما فقط خرج أكثر من خمسون طالب ونزحوا مع عائلاتهم لإيجاد الغذاء بسبب الجوع الذي يواجهونه مشيرا إلى أنه إن استمر على هذا الحال قد يتوقف جميع الطلاب عن التعليم بزعتماري العديد من الطلاب نزحوا لأنه لا يوجد شيء يؤكل نحن في جفاف شديد ولذا على هذا الحال فان لم نتلقى مساعدات قد يتوقف الطلاب بالكامل عن تعليمهم لهذا على الحكومه وفاعلي الخير وابناء تقراء المغتربين ان يساعدونا لاننا نتواجد في خطر شديد ويقول مدير مكتب التعليم في محافظه ابرقله يجلى المعلم كيزياوي تخلاي ان اكثر من 4400 طالب اصبحوا خارج التعليم بسبب الجفاف في المحافظه ويطالب في ان يعمل فاعلي الخير على تقديم الدعم للطلاب في المدارس بتجهيز لهم الغذاء اليومي <applause> في هذا الوقت لدينا أربعة الاف طالب خارج التعليم وهذا بسبب الجفاف وتشتت الطلاب الى اماكن مختلفه للتسول لايجاد لغمه عيشهم وهذا شيء صعب للغايه وانا اطلب من فاعلي الخير ان يساعدونا في توفير الغذاء للطلاب في المدارس